السلام عليكم سؤال كثيرا ما يرد على تويتر كيف أغير الخط الافتراضي في وورد أو الخط الرئيسي مثلا الخط الرئيسي لدي هنا هو Arial كما تلاحظون الأخ السائل يريد أنه عندما يفتح برنامج وورد يريد أن يكون الخط مثلا Traditional Arabic وليس Arial ببساطة شديدة نذهب إلى قائمة الخط هنا ونغير إلى الخط الذي نريده Traditional Arabic ونفرض ثم أقول تعيين كافتراضي وورد يسألني هل تريد افتراضي في هذا المستند فقط أم في القالب؟ في القالب لكي يؤثر على جميع المستندات في المستقبل الآن إذا فتحت ملف وورد جديد وكتبت سيكون بالتراديشنال Arabic شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته